السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على واحد من أشهر أنظمة التخسيس حاليا والمستعملة بكثرة حول العالم، إلا وهو نظام الكيتو دايت. النظام قائم على فكرة تكسير الدهون بالجسم بسبب عدم تناول السكريات، فالدهون هي اللي راح تكون المادة البديلة بالنسبة إلى السكريات. الدهون كما معروف تحتوي على طاقة عالية، لكن عملية تكسيرها تحتاج إلى وقت طويل. أما السكريات فتحتوي على طاقة أقل، لكن هي تعتبر المصدر السريع للطاقة بالجسم. لذلك عندما نتناول الطعام الذي يحتوي على السكريات والدهون، فالجسم راح يتعامل أولا مع السكريات لأنها تمثل مصدر سريع للطاقة، فيقوم بعملية تكسير السكريات واستخراج الطاقة، ثم يتعامل بعد ذلك مع الدهون. السكريات والدهون الزائدة أيضا تحفظ بالجسم. السكريات تحفظ على شكل كلايكوجين في داخل الكبد والعضلات وباقي أعضاء الجسم، بينما الدهون تحفظ على شكل دهون مخزونة عادة تحت الجلد. بالنسبة إلى السكريات أو الكربوهيدرات أو الكارب، كلها تذهب إلى عملية تكسير. عملية تكسير تتكسر هذه الكربوهيدرات المعقدة، تتحول إلى سكريات بسيطة، إلى الجزيئات الأحادية من السكريات البسيطة مثل الجلوكوز. الجلوكوز يدخل في داخل كل خلية، عملية تسمى بعملية التحلل السكري، ثم بعد ذلك يدخل عملية أخرى اللي هي نسميها دورة حامض الستريك. بعد ذلك يتكسر الجلوكوز ويتحول إلى ثاني أكسيد الكربون، كربون ديوكسيد وماء، بالإضافة إلى عملية استخراج الطاقة أو generation of energy. حالة أنه إذا كان الإنسان في حالة صيام أو جاع لفترة طويلة من الزمن دون أن يتناول شيء، يعني 8 ساعات 9 ساعات أكثر من هذا الوقت، الجسم أولا راح يبدي يتغذى على الكارب المخزون في داخله، يعني يبدي بالسكريات، فتبدي مستوى السكريات بالجسم تبدي تقل. بعد ما يبدي مستوى السكريات ينزل بالجسم، الجسم يتوجه إلى تكسير الدهون اللي موجودة في داخل الجسم اللي هي تحت الجلد، يعني مثل منطقة البطن والمناطق الأخرى اللي بيها الدهن يكون مخزون بالأنسجة الدهنية اللي موجودة تحت الجلد. الدهن أو الدهون تكون موجودة على شكل مركب نسميه الترايغليسيرايد. الترايغليسيرايد هو عبارة عن مركب ينتج من عملية تفاعل الأحماض الدهنية اللي نسميها الفاتي أسيد ويا مادة الجليسيرول أو مادة الجليسرين، فيكون عندي الترايغليسيرايد. عملية تكسر الترايغليسيرايد ينتج عنها الجليسيرول بالإضافة إلى الحوامض الدهنية اللي تعرف باسم الفاتي أسيد أو الحوامض الدهنية الحرة اللي هي الفري فاتي أسيد. الجليسيرول يروح إلى طريق خاص، يعني باثوي، من خلاله يتحول إلى جليسيرول 3 فوسفات اللي بعدين يتحول إلى الجلوكوز، فيعتبر مصدر لإنتاج الجلوكوز في داخل الجسم. الفاتي أسيد يدخل دورة يسموها فاتي أسيد أوكسيديشن، يعني عملية تكسير الأحماض الدهنية بواسطة الأكسدة. هنا الفاتي أسيد راح يوصل إلى أصغر وحدة كربونية مكونة من جزيئتين كربون تسمى الأستيل كو أي، هي نفس الوحدة الكربونية اللي تستخلص من عملية تكسير الجلوكوز، اللي بعد ذلك هذا الأستيل كو أي يدخل دورة حامض الستريك ومن خلاله يتم إنتاج الطاقة. إذا كانت عملية تكسير الدهون تجري على مستوى عالي وكمية عالية من الدهون تتكسر على مستوى عالي، معناها راح ينتج عندي كميات كبيرة من الأستيل كو أي، قسم من عدها راح يصير بها عملية تكثيف فتتحول إلى أجسام تسمى بالأجسام الكيتونية. الجسم الكيتوني أو الكيتون بدي هو خليط من ثلاث مواد اللي هي الأسيتون والأسيتو أسيتيد والبيتا هيدروكسي بيوتاريك أسيد أو البيتا هيدروكسي بيوتاريد. هذه الثلاثة نسميهم الكيتون بدي. الجلوكوز يمثل مصدر رئيسي للطاقة للكثير من الأنسجة خصوصا الدماغ والقلب. الدماغ يحتاج إلى الجلوكوز بدرجة كبيرة جدا، يعتمد اعتماد كلي على الجلوكوز، ولكن بالحالات اللي بيها تصير عمليات المجاعة أو نقصان الجلوكوز بالجسم يبدي الدماغ يستخدم مواد أخرى كمصدر للطاقة. بعد الجلوكوز يبدي يستخدم الكيتون بودي كمصدر للطاقة. الكيتون بودي يمثل مصدر طاقة إضافي في داخل الجسم، هذا يزداد نتيجة لتكسر الدهون
نتيجة لقلة السكريات في داخل الجسم. عند تكون الكيتون بودي في داخل الجسم أو الأجسام الكيتونية، هذا معناها أن الجسم وصل إلى حالة الكيتوسيس. شو وقت الجسم يوصل إلى حالة الكيتوسيس؟ يصل إلى حالة الكيتوسيس تقريبا بعد 3 أيام إلى 5 أيام من القطع شبه التام للسكريات، من نقلل السكريات بالطعام إلى كمية جدا قليلة، يبدي الجسم يعتمد على عملية تكسر الفاتي أسيد أو أكسدة الفاتي أسيد، فيتحول الفاتي أسيد بهذه الحالة إلى كيتون بودي، وتبدي الأجسام الكيتونية تصعد بالدم. نفس هذه الفكرة طبقت على أحد أنواع الرجيم اللي يسمى بالكيتو دايت أو نظام التخسيس بواسطة الكيتون بوديز، يعني كيتو دايت أو الكيتو رجيم يعتمد على فكرة تجويع الجسم، لكن مو تجويع كلي، يكون التجويع من خلال حرمان الجسم من السكريات، فبالتالي الجسم يحاول يستفاد أو يحاول أن يحصل على الطاقة من خلال تكسير الدهون الموجودة في داخله، وبالتالي هي عملية جينيريشن للكيتوبودي، يعني إنتاج الكيتوبودي في داخل الجسم. نظام الكيتو دايت هو نظام غذائي خاص قائم على تزويد الجسم بالطاقة من خلال الدهون، بإعطاء كميات كبيرة من الدهون وكميات معتدلة من البروتينات وكميات قليلة جدا من السكريات، ما تتجاوز 50 غرام باليوم الواحد، فبالتالي الجسم راح يتأقلم مع هذا النظام الجديد ويقوم على تكسير الدهون اللي موجودة بالداخل والاستفادة من الدهون الجاية من الخارج. طبعا نظام الكيتو دايت هو نظام مو جديد، نظام من الأنظمة القديمة، سابقا ولحد الآن يستخدمون هذا النظام لعلاج بعض حالات الصرع عند الأطفال، حيث شافوا أنه نظام الكيتو دايت يقلل إلى حد كبير من حالات الصرع عند الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، نظام الكيتو دايت أيضا يكون إلى فعالية، يكون أفكتيف بعلاج الكثير من الأمراض، يعني مثلا في حالات الكثير من الأمراض العصبية، أيضا في بعض حالات السكري تايب 2 ديابيتس ميليتس، وأيضا في الأمراض الآيض خلوية يعني مرض الميتابوليك سيندروم، والكثير من الأمراض اللي قد نتطرق إلها إن شاء الله في محاضرات لاحقة. وشافوا أيضا إلى هذا النظام يعتبر أفكتيف ويكون إلى فعالية بعملية تنزيل الوزن. فعالية هذا النظام تكمن بأنه أنت من الممكن أن تأكل الكمية اللي تريدها، يعني ما يعتمد على كمية السعرات الحرارية اللي تدخل إلى جسمك. هنا عندنا أكثر من نوع من أنظمة التخسيس، من بينها أنه أنت تسوي تخسيس من خلال تقليل كمية السعرات الحرارية اللي تحتاجها باليوم، فبالتالي جسمك راح يعتمد على السعرات الحرارية المخزونة فتنزل وزنك. هنا نظام الكيتو ما يعتمد على هذا هاي الطريقة، بهذا النظام أكل الكمية اللي شبعك، يعني الكمية اللي تشبع جسمك ممكن أنه تستخدمها، لكن هنا الفكرة أنه أنت تستخدم نوعية الطعام، يعني تحدد نوعية الطعام. أكو نوعيات من الأطعمة أنه أنت لازم تبتعد عنها، وأكو نوعيات من الأطعمة اللي أنت لازم تلتزم بها. فهنا أنا ما راح يلتزم بحجم السعرات الحرارية اللي تدخل إلى جسمك، لكن تعتمد على كمية الطعام ونوعية الطعام اللي أنت راح تتناوله. نظام الكيتو مو نظام واحد، هناك 4 أنواع من هذا النظام. النظام الأول اللي هو الستاندرد كيتو دايت. الستاندرد كيتو دايت هذا يتضمن أنه جسمك تزوده بالدهون والبروتينات والكربوهيدرات بنسبة نسب مختلفة. الدهون تكون بنسبة 70%، البروتينات تكون بنسبة 20%، والكربوهيدرات تكون بنسبة 10%. النظام الثاني يسمى سايكليك كيتوجينيك دايت، يعني هذا سايكليك يعني بشكل دورة، هذا يشبه الستاندرد كيتوجينيك دايت، لكن هنا شنو الفرق؟ انه انت تترك فترة زمنية يوم او يومين ثم ترجع مرة ثانية تواصل الكيتوجينيك دايت. يعني مثلا انه انت تلتزم بالكيتوجينيك دايت لمدة 5 أيام، بعدين تفتح الكيتوجينيك دايت، ترجع تتناول الطعام الاعتيادي اللي يحتوي على الكربوهيدرات لمدة 2 يومين، ثم بعد ذلك ترجع 5 أيام أخرى من الكيتوجينيك دايت، هذا يسمى سايكليك كيتوجينيك دايت. النوع الآخر يسمى تارجت كيتوجينيك دايت. هذا النظام قائم على أنه أنت تلتزم بالستاندر كيتوجينيك دايت، لكن من يكون عندك مجهود أو فيزيكال اكتيفيتي
هنا تزيد كمية الكربوهيدرات. مثلا أنت عندك في التمرين رياضي وتحتاج إلى سعرات حرارية أعلى، تزيد الكربوهيدرات. من تكون بحالة ريست، في حالة استرخاء، في حالة راحة، هنا تعتمد على الستاندر كيتوجينيك دايت. النظام الرابع يسمى هاي بروتين كيتوجينيك دايت، هو هذا نفس الستاندر كيتوجينيك دايت، لكن الفرق مالته أنه راح تأخذ بروتينات بكمية أكثر. هذا النظام يحتوي على 60% دهون، 35% بروتين، و 5% كربوهيدرات. طبعا الستاندر كيتوجينيك دايت والهاي بروتين كيتوجينيك دايت هل تو سيستم، هل نظامين يستخدمان إلى الأشخاص العاديين اللي يردون التخسيس. بالنسبة للسايكليك والتارجت كيتوجينيك دايت، هذول التو سيستم نستخدمهم المن للأشخاص الرياضيين، للأثليت اللي عندهم بطولات، اللي عندهم منافسات، اللي عندهم جهد بدني. ما يقدر هذا الشخص انه يستغني عن الكارب، فاما تعطي الكارب ويا الجهد او تعطي الكارب بشكل سايكليك. حالة الكيتوسيس هي الحالة اللي يوصل لها الجسم واللي بيها يبدي الجسم يصير له الاعتماد باستهلاك الطاقة من السكريات الى اكسدة الدهون، يعني يصير عنده شيفتينج من عملية يعني تحلل السكر الجلايكوليسيس الى الفاتي اوكسيديشن. الجسم يوصل الى حالة الكيتوسيس من نبدي ان نستخدم او نبدي نطبق نظام الكيتو دايت بعد حوالي 3 إلى 5 أيام. هنا عملية الشيفتينج للكيتوسيس تصير من يصعد كمية الكيتون بدي في داخل الدم. وتقدر تقيس الكيتون بدي بالدم اما من خلال انه تقيسه من الدم مباشرة او من الادرار او من خلال اختبار خاص للتنفس نسميه breathing test، يعني من خلال التنفس نقدر نعرف انه الشخص عنده وصل الى حالة الكيتوسيس. ايضا للكيتوسيس اعراض وعلامات، عادة الشخص يكون عنده رائحة مميزة بالفم، ايضا يكون عنده زيادة بالادرار، بالاضافة الى انه الكيتون بدي تعطينا احساس بالشبع، فدائما الشهية للاكل تكون قليلة. حتى توصل للكيتوسيس لازم تلتزم بان تاخذ كميات قليلة من الكربوهيدرات، عادة تكون اقل من 50 جرام باليوم الواحد. حتى البروتين ينخذ بكميات معتدلة مو كميات عالية، لأن البروتين من الممكن يتحول إلى سكر في داخل الجسم وهذا يعيق عملية الوصول إلى الكيتوسيس. في بعض الأحيان يطبق عملية الصيام المتقطع لأجل الوصول إلى الكيتوسيس بسرعة. الصيام المتقطع أيضا يكون على عدة أنظمة، أشهر هذه الأنظمة أنه أنت تقطع الطعام لمدة 16 ساعة ثم ترجع مرة ثانية تأخذ الطعام أو تتناول الطعام لمدة 8 ساعات، يعني 16 ساعة صيام هو أشهر نظام يستخدم في هذه الحالة. مثل ما ذكرنا أنه المميز في هذا النظام أنه أنت تأكل اللي تريده، توصل إلى حالة الشبع. النظام غير قائم على حساب السعرات الحرارية، النظام قائم على أكل نوعية معينة من الطعام والالتزام بها والابتعاد عن نوعية أخرى من الطعام اللي هي الكربوهيدرات. بصورة عامة انت راح تلتزم باخذ 50 غرام يوميا من الكربوهيدرات. اما الوجبة الرئيسية فراح تقسمها بين البروتينات والدهون. البروتين راح تاخذ قسم واحد والدهون انت راح تاخذ منك 3 أقسام. يعني اذا انت تتناول بالوجبة الواحدة على سبيل المثال 200 غرام من الطعام، يكون 150 دهون و50 بروتين، والسكريات بالوجبة الواحدة أيضا تقسمها. يعني إذا أنت تأخذ باليوم 50 غرام من السكريات، إذا تيجي تقسمها على 3 وجبات تأخذ بالوجبة الواحدة 15 غرام إلى 20 غرام مو أكثر. نقص الفيتامينات أيضا ممكن في هذا النظام، ومن الممكن أيضا تأخذ الفيتامينات على هيئة حبوب أو مكملات، يعني سبليمنت. دراسات شافت إنه هذا النظام، نظام الكيتو، يعتبر نوعا ما أفضل من نظام التخسيس باستخدام السعرات الحرارية، حيث أكثر من دراسة قارنت بين 2 وشافت أنه هذا النظام من الممكن أنه يصير به تخسيس بنسب أعلى من نسب التخسيس نتيجة لتقليل السعرات الحرارية. كيف يعمل نظام الكيتو دايت؟ أي طريقة الكيتو دايت يخسس الجسم؟ الكيتو دايت يخسس الجسم بعدة طرق. الطريقة الأولى أولا من خلال أخذ البروتين والدهون وتقليل السكريات، معناها الجسم راح يقلل الاعتماد على السكريات وراح يعتمد على الدهون والبروتينات سواء اللي كانت موجودة بالطعام أو المخزونة في داخل الجسم، فبالتالي راح يزيد عملية أكسدة وتكسير الدهون في داخل الجسم، فبالتالي راح يزيد الحرق
ويقل الوزن. النقطة الثانية، نتيجة لتحويل البروتين إلى سكر في داخل الجسم، عملية نسميها كلوكونيوجينيسيس، عملية صناعة السكر من مصادر غير سكرية، يعني عملية صناعة الجلوكوز من مصادر غير الكربوهيدرات. لأن السكر عندنا الجلوكوز تكون نسبته قليلة في الدم، فالجسم يحتاج إلى الجلوكوز فيبدي يصنعه من البروتينات أو من الدهون. هذه العملية، عملية صناعة الجلوكوز من البروتين أو الدهون، تستهلك طاقة إضافية، وبالتالي أيضا يساهم بحرق المزيد من السعرات الحرارية. أيضا هذا النظام يعمل على تقليل الوزن من خلال الإحساس بالشبع وتقليل الإحساس بالجوع، حيث لوحظ بالكثير من الدراسات أن الهرمونات المتمثلة أو الهرمونات المسؤولة عن الجوع اللي يسمى بهرمونات الجوع مثل الغوريلين والليبتين، الليفل مالتها تتأثر بشكل واضح من يكون الجسم في حالة الكيتوسيس. فالكيتون بدي له تأثير مباشر على عملية الإحساس بالجوع أو بالشبع. أيضا من الأمور الأخرى اللي ساهم الكيتو دايت بها بالتخسيس، هو من خلال تحسين فعالية الإنسولين في داخل الجسم، لأنه عملية حرق الدهون بشكل مستمر تؤدي إلى تحسين فعالية الإنسولين. الإنسولين إذا زادت فعاليته في داخل الجسم راح يزيد الأيض الخلوي، فعاليات الأيض الخلوي، فبالتالي راح يزيد أيضا عملية حرق السعرات الحرارية بشكل أكبر. النقطة الخامسة تكون من خلال تقليل خزن الدهون بسبب قلة السكريات اللي موجودة بالجسم. فالجسم أي دهون أو طعام يدخل إلى داخله مباشرة يقوم باستهلاكه وتحويله إلى كيتون بودي، بدل من أنه يخزنه نظرا لقلة مصادر الطاقة المتمثلة بقلة الجلوكوز أو الكربوهيدرات. أيضا نقطة أخرى، يعني لوحظت من خلال الدراسات أنه الجسم من يكون في حالة كيتوسيس معدل حرق الدهون عند هذا الشخص تكون أكثر بهواية من المعدلات الأشخاص اللي هم خارج حالة الكيتوسيس، سواء كان هذا الشخص في حالة استرخاء أو هذا الشخص يقوم بالفعاليات الحيوية اليومية. كيف تستطيع اتباع نظام الكيتو؟ هنا تخلي بالك مجموعة من النقاط حتى تستطيع اتباع نظام الكيتو. الشيء الأول أنه أنت تبتعد نهائيا عن مصادر الكربوهيدرات. لازم تحدد كمية الكربوهيدرات اللي تأخذها باليوم لا تتجاوز 50 غرام. هذا يتطلب منك أنه تأخذ كل قطعة طعام أنت تتناولها، سواء كانت خضروات، فواكه، لحوم، تدرس كمية الكربوهيدرات اللي موجودة والبروتين اللي موجود والدهون اللي موجودة في كل منها، بحيث أنه تحسب في كل غرام كم موجود من الكربوهيدرات، بحيث ترتب أمورك بحيث أنه باليوم الواحد ما تتناول أكثر من 50 غرام من الكربوهيدرات. النقطة الثانية أنه أنت تلتزم بالأكل الأساسي اللي موضوع للكيتون بودي، اللي هو اللحم، البيض، الأجبان، زيت السمك، الأفوكادو، المكسرات، الخضروات اللي هي قليلة الطاقة. إضافة الخضروات قليلة الطاقة تكون جدا مهم، لأن الخضروات قليلة الطاقة تعطيك إحساس بالشبع. والشيء الآخر أنه أنت تتناول أكل دهني يكون عالي السعرات، فهذا يسوي موازنة بين السعرات، ينطيك إحساس بالشبع ويملأ الطبق اللي موجود أمامك، فبالتالي يحسن لك من نوع ووضع الغذاء اللي أنت تتناوله. النقطة الرابعة هو الإكثار من أخذ الماء والمعادن، لأنه نظام الكيتو يقوم بتقليل كمية السوائل بالجسم. نكمل معكم نظام الكيتو دايت في حلقة لاحقة إن شاء الله. في أمان الله.